هرجع أقول عشان أعرف أقيس هو أنا قد إيه واكب العالم. هسأل نفسي أسئلة تخص توزيع الطاقة، رؤيتنا لتوزيع الطاقة. هنتكلم إنه في 13 سنة من دلوقتي أوروبا كلها هتبطل تنتج سيارات تعمل بالوقود الطبيعي مثلا. إذن هل أنا محتاج أعمل مثلا يعني محطات بنزين كتير؟ هل أنا محتاج أصنع سيارات بالطريقة التقليدية ولا محتاج أغير توجهي في الصناعة؟ محتاج أي صناعة وطنية لصناعة السيارات، وتحديدا إحنا بنتكلم كتير جدا على دعم صناعة السيارات. إننا نقول طب هنصنع سيارات شكلها إيه؟ ده سؤالنا وأسئلة كتير يا مهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين. مهندس جمال مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يمكن بعضنا يقول دي أوروبا والدول المتقدمة وإحنا بعيد وإحنا ملناش علاقة، لكن بالتأكيد حضرتك عندك رأي مختلف، وبالتأكيد قرار زي ده يقول لنا أنه في المستقبل القريب الصناعة التقليدية للسيارات بتنتهي، وبالتالي دي رسالة لينا في توطين الصناعة. أكيد لازم وجه أو طريقة تفكيرنا فيها تكون مختلفة. بداية نتحدث عن green and clean environment، بنتكلم كل دول العالم الآن تتحدث عن البيئة الخضراء النظيفة. ليه البيئة الخضراء النظيفة؟ لأن كل دول العالم المتقدم، حط هنا خمس شرط تحت المتقدم. ليه؟ بتبص على الهيومن كابيتال، على الطاقة البشرية، لأن الطاقة البشرية هي أساس تقدم كل المجتمعات. طب لو كل أوروبا النهاردة وأمريكا والصين تتكلم إن 2030 هنبدأ نشتغل سيارات كهربية، 20 أبريل 2021 كان هناك مؤتمر عالمي حضروا 40 ليدر على مستوى العالم بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوم المناخ، كلموا كلهم وتعاهدت هذه الدول وكبريات شركات الصناعة على مستوى العالم بالعمل على خفض الانبعاثات الكربونية السامة بنسب تتراوح من 40% إلى 60% 2030، وكل الناس بتشتغل على ده. ليه؟ لأن احنا شايفين الانبعاثات الكربونية طبقا للقراءات الخاصة ببلومبرج العالمية تحدث عن أن 23% فقط من الانبعاثات الكربونية السامة من المركبات، المركبات اللي هي السيارات الصغيرة، الشاحنات، الحافلات، القطارات، السفن، الطائرات. ما هو ده يا باشمهندس تحديدا اللي احنا بنسأل عنه. بعض الناس يعني في رأيين هنا، هيقول حد هيقول هم هيسبقونا بفترات زمنية بعيدة وإحنا ما زلنا هنفضل نستخدم السيارات التقليدية، لكن المنطق بيقول إحنا بطبيعة الحال هنتغير وهنتأثر، وأوروبا هي المصنع الكبير لصناعة السيارات في العالم، وبالتالي إحنا كمان لازم ندرس خريطة الطاقة اللي عندنا وخريطة الصناعة كمان إذا كنا ننتوي أننا ندخل في هذا المجال. ده كلام مظبوط جدا، حضرتك قلتي حاجة كويسة قوي. طب أنا النهاردة عشان أعمل investment، أعمل استثمارات في إيه؟ يعني على سبيل المثال عندنا مبادرتين لرئيس الدولة. المبادرة الأولى لفخامة رئيس الدولة تتحدث عن توطين صناعة السيارات في مصر، بيعني مصر مصنع إقليمي للسيارات الكهربية. رقم اثنين استبدال السيارات أو إحلال السيارات المتقدمة للعمل بالغاز. هنا هنلاقي في المؤتمر اللي اتكلمنا عنه برئاسة بايدن وكل الناس كانوا معاه، جونسون وكان معاه ماكرون وكان معاه شولتز من ألمانيا، كل الناس دي تتكلم على ايه؟ النهاردة خلاص الوقود الاحفوري هيتلغي تماما، البنزين، الديزل، الفحم، الغاز. هنا عندي هنا وجهة نظر بوجهها لصاحب القرار. ليه؟ النهاردة صاحب القرار لما احنا بنتكلم على المبادرة الثانية لرئيس الدولة باستبدال السيارات المتقدمة للعمل بالغاز، هنلاقي عندنا من سنة 1995 لغاية 2020 مصر حولت 420 ألف عربية إلى العمل بالغاز. 420 ألف عربية مقارنة بعدد المركبات الموجودة في الدولة في الإدارة العامة للمرور 11.6 مليون مركبة. لو جينا نقارن يبقى هنا مفيش مقارنة نهائي. مقارنة هنا كان بي نجلكت، يعني ممكن إهمالها تماما لأن مفيش وجه للمقارنة. نلاقي عندنا أن عدد المحطات اللي لازم تمون السيارات التي تعمل بالغاز لازم يكون إحنا عندنا نقص في حدود 500 إلى 550 محطة. طب لو أنا النهاردة هعمل 550 محطة، لو متوسط المحطة تكلفتها تقريبا، لأن إحنا عندنا كل 1000 عربية بتحتاج إلى محطة، طب إحنا عندنا 250 من 420 ألف، عندنا حوالي 170 ألف محطة ناقصة،
بالإضافة لمبادرة معالي دولة معالي وزيرة الصناعة انك عايزة تحول 250 ألف عربية بمعدل 70 ألف عربية 2021، 90 ألف عربية 2022، 90 ألف عربية 2023، يبقى احنا بيلزمنا 250 محطة تاني بالإضافة لل 170. بنتكلم يعني حضرتك بتقصد ان احنا يلزمنا محطات تحويل او محطات الغاز لتحويل السيارات للغاز الطبيعي؟ لا يا فندم، ما بقولش كده نهائي. انا بقول ان احنا عندنا تكلفة المحطة الواحدة افريج بتتكلف من 40 الى 45 مليون جنيه. كتير. لو احنا النهاردة عملنا محطات الغاز لو احنا النهاردة عملنا 450 ولا 500 محطة هيكلفونا مليارات، مع ان احنا اتجاه العالم كله لإلغاء البنزين. فهمت قصدك حضرتك. مفهوم كده. بالضبط كده. بالضبط. يبقى انا عايز استثمر النهاردة واقول ان فخامة رئيس الدولة بيتكلم في توطين صناعة السيارات الكهربية. كل دول العالم النهاردة تتحدث عن السيارات الكهربية. يعني ببساطة أوجه استثماراتي حتى الحالية للرؤية اللي هي قريبة، يعني بعد 7 أو 10 سنوات من دلوقتي. بالظبط، ده اللي أنا بقول عليه وده اللي مهم جدا. طب الدولة تعمل إيه؟ الدولة النهاردة عشان تشتغل على موضوع الكهرباء، أول حاجة عندك مصنع السيارات. عن المصنع ده مقفول بقاله 17 سنة. لما نشتغل عليه ونعمل مبادرة، لأن المبادرة الأولى مع وزير القطاع الأعمال كانت فشلت بعد 8 شهور ما بين دونغتينغ الصينية ونص السيارات. فالنهاردة لما نعمل المبادرة دي، النهاردة عندنا مستثمرين كتير عايزين يدخلوا الدولة يعملوا مشروعات بهذا الشكل. بنتكلم بكرة يا فندم مبادرة ابدأ، وهي من ضمن أهدافها المعلنة الصناعات الثقيلة وصناعة السيارات، فبالتالي كلام حضرتك مهم جدا. أي نوع من أنواع السيارات اللي احنا بنتفق كلنا أننا نصنعه، وأي نوع احنا نقول تماما احنا نبقى بره الركب إذا فكرنا أن احنا نصنع صناعة تقليدية. مظبوط كده؟ بالظبط. يبقى احنا هنا بنتكلم على ايه؟ أول حاجة بنتكلم عليها عندنا 7 مليون توك توك متواجدين في الشوارع المصرية. لما بقى عندنا مبادرة أو اتنين بتتكلم على استبدال مليون توك توك بمليون مركبة كهربية، يبقى دي حاجة جميلة جدا لازم الدولة تساندها وتديها دعم كامل. طب مهندس جمال، هل صحيح إنه في دعم حصل لاستيراد السيارات الكهربائية والغاء الجمارك من عليها؟ هل دي معلومه؟ ما هي دي بالظبط يا فندم. السيارات الكهربائيه ليس عليها جمارك بالكامل. أوكي. فقط عليها ضريبه القيمه المضافه، عليها ضريبه التنميه، عليها ضريبه الجدول، بتتكلمي في حدود 17%. بس المهم ايه يا فندم؟ انا النهارده مش المهم استورد سياره كهربائيه، المهم يكون عندي وكيل للسيارات الكهربائيه. انا هنا ليه بتكلم على دور الدوله بالتعاون مع القطاع الخاص؟ ليه؟ لان انا النهارده كل تاجر لو نزل جاب له 20 30 عربيه باعهم في السوق، حضرتك خدتي العربيه اسبوع 10 ايام طلعت على الطريق عملتي حادثه وحطيتيها في مركز الخدمه، مفيش مركز خدمه. طب عايزه قطع غيار؟ مفيش قطع غيار. طب عايز نخش بقى في حمايه المستهلك والمشاكل بتاعي، يكون التاجر اللي جاب العربيه الاستدامه. حضرتك تقصد الاستدامه؟ انا بتكلم على لازم الدوله تتعاون مع القطاع الخاص، وانا بمد ايدي للدوله اذا هي عايزه تشتغل على هذه المنظومه نشتغلها مع بعض، جيم وين وين مع شركات صينية هي أعلى شركات على مستوى العالم. هي هتيجي وتعمل المصنع وتعمل التكلفة وتعمل نقاط الشحن وتعمل مراكز الخدمة from A to Z وتشتغل وين وين مع الدولة. طب احنا عاوزين بقى نحجز حلقة مع حضرتك، لأن الموضوع ده في غاية الأهمية. الموضوع ده مهم جدا يا فندم. احنا بنتكلم على شباب، بنتكلم على كليات هندسة بتخرج 50,000 مهندس في السنة، احنا بنتكلم على 15,000 مهندس في السنة ميكانيكا وكهرباء. لازم عندنا المهندسين دول حاطين لهم خطة على الشورت تيرم واللونج تيرم على أساس الناس دي تشتغل، لكن كل سنة بخرج المهندسين دي وما عنديش ليها شغل. بقت في مشكلة. الدولة عملت المشروع القومي للطرق، شغلت فيه آلاف المهندسين والعاملين والفنيين والإداريين والمحاسبين، ده خد جزء كبير جدا من البطالة وقللك معدل البطالة في الدولة. مفهوم. يعني حضرتك تقصد أنه عندنا استثمارات، يعني أو عندنا فرص حقيقية لجذب استثمارات في مجال صناعة السيارات الكهربائية، عندنا قوى بشرية هائلة مدربة ومتعلمة تعليم جيد يؤهلها لده. اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا، اكتمال التنسيق، يعني رؤى الدولة والقطاع الخاص والقوة البشرية أو الثروة البشرية اللي عندنا. احنا عايزين نتفق على حاجة واحدة دلوقتي، احنا هنعمل حلقة مع بعض ونتكلم على مستثمر أجنبي قوي وبيشتغل مع الدولة المصرية في عدة مشاريع،
ممكن يعمل هذا المشروع انتاج السيارات الكهربيه في مصر، ممكن ينقل النو هاو بتاع صناعه البطاريات الكهربيه. احنا خلاص حجزنا الحلقه دي، وحضرتك هات لنا بيانات المستثمر واحنا نشتغل كده على مدار الاسبوع على طول. كل ده هنشتغل مع بعض فيه سوا وباذن الله. اجهزه كتير جدا في الدوله بتهتم بده. بشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. جمال شكرا عسكر جزيلا، رئيس لجنه الصناعه بالنقابه العامه المهندسين، نورتنا. والحقيقه انه المواكبة العالم ما بقتش رفاهية زي زمان. يعني زمان ينفع تقول إيه، أول ما آلة الطباعة في العالم تم اختراعها سنة 1800 غالبا أو حاجة كده، وبعدين بدأت تدخل الطباعة، دخلها الخديوي إسماعيل في مصر. يعني هتلاقي إنه كان في فترات زمنية كده لحد ما تقدر تواكب الرب. دلوقتي ما عندناش الرفاهية دي، بالعكس انت كل يوم بتتأخر فيه انت بتخسر خسارة كبيرة. وبالتالي احنا النهاردة واحنا بنتكلم انه بكرة على طول بننتظر مبادرة كبيرة اسمها مبادرة ابدأ، هتكون بمثابة او بمثابة تنسيق حقيقي لكل الاستثمارات لتسهيل عمل المستثمرين. كتير ما سمعنا زي مهندس جمال كان بيشاركنا في مستثمرين جايين وجاهزين، طب يروحوا فين؟ لا، معروف دلوقتي يروحوا فين، او نقدر نقول انه على الاقل بتذلل كل العقبات لهؤلاء المستثمرين، لان رؤيتنا دلوقتي انه الصناعه هي الملاذ وهي مخرجنا الحقيقي من الظرف اللي احنا عارفين ومتفقين كلنا انه ظرف صعب وظرف تقيل علينا وعلى العالم كله. لكن الفرق ما بين انك تقول وتكاشف وتتكلم، انك تقول احنا في ظرف صعب فهنعمل ايه، وما بين انك تسمع لحد عمال يقول لك احنا في ظرف صعب والدنيا باظت وما فيش فايده، فرق كبير جدا. فرق كبير لما تبقى شايف نفسك ليك قيمة مع احترامي الشديد وفاعل وليك دور وتقدر تغير في المشهد، وما بين انك شايف نفسك مفعول به ومغلوب على أمره ومهزوم قبل أن تحاول. والنوع ده من الناس الحقيقة معرفش حتى نفكر معاه. على كل حال يقيني الحقيقي انه في كتير، انه لا مش كتير، انه معظم المصريين قادرين يفهموا انه ليهم قيمة وان بلدنا ليها قيمه، وان اكبر بكتير جدا من انه حد، انا اسفه جدا في الكلمه دي، يسخني على بلدي او ان حد يقومني على بلدي. انا اقدر اقول مشاكلنا نعرف نحلها، وطالما شايفين في محاولات لحلها فاحنا متفقين. حتى لو انا النهارده تعبان شويه انا اعرف احل مشاكلي مع بلدي او اللي تخص بلدي، لكن حد يسخني او يقومني او يقول لي اي حاجه تخليني أحس بالصغر والدونية وإني أقل وإني مهزوم، الحقيقة هو ده عدوك الحقيقي.